مؤتمر البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر الثاني يحدث إلى وضع أساس لمستقبل البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر في سلطنة عمان. البرمجيات الحرة بدأت بالانتشار، ثقافتها خلاص صارت واسعة في السلطنة مقارنة بالسنوات السابقة. الحرية تتيح الإبداع، كذلك البرمجيات الحرة تتيح لك بيئة مستدامة للتطوير. أعتقد أن ثقافة التطبيقات الحرة ومفتوحة المصدر بادية تنتشر في السلطنة، ودليل على ذلك هو حضور المشاركين في هذا المؤتمر الذي بلغ أكثر من 1000 مشارك. More and more of the world is using open source, and it's becoming to be something that's involved in every aspect of our lives. So it's quite interesting and it's quite powerful, not only in its application personally but also professionally. ونحن في هيئة تقنية المعلومات كمنظمين وكشريك مع جامعة السلطان قابوس في تنظيم هذا المؤتمر، نشوف أن هذا المؤتمر هو أساس لرؤية الهيئة تقنية المعلومات حول البرمجيات الحرة ومستقبلها في عمان في خلال السنوات الخمس القادمة بإذن الله تعالى.